مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت لنمر بجولة صغيرة وسريعة على آخر الأخبار على الساحة الفنية. من ممثل لبائع فطائر، هذا العنوان يلي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وضج على السوشيال ميديا بين الجمهور السوري. عم بحكي عن الفنان بسام دكاك يلي تواجد بمعرض الزهور وكان من البائعين يلي عم يبيعوا الناس فطائر. شافت الناس بسام دكاك وفكرت انه ممكن يكون مقلب او مزحة وخدعة مثل كتير برامج كان فيها مقالب كوميدية انعملت. تم سؤال بسام عن ليش عم يبيع الفطائر واذا كان هذا الشيء خدعة او حقيقة، ليرد عليهم بسام ويقول اني بيع اليوم الفطائر احسن من اني مد ايدي واسرق، ما في شغل وما في ادوار، وحتى لو في عم تنحصر بعيدا عن بسام دكاك. بسام دكاك ممثل سوري عنده كثير من الأعمال القديمة والحديثة، واختلف أدواره وشخصياته وتفرد بكل مسلسل اشتغله وكان آخرتهم خاتون. ملحمة درامية بتجمع كريس بشار وتيم حسن بأضخم عمل رمضاني 2025. بتطور مثير للاهتمام بعالم الدراما العربية، تم إعلان عن مشروع درامي جديد بيجمع بين الفنان تيم حسن وكريس بشار بمسلسل مقرر عرضه برمضان 2025 من إنتاج شركة لبنانية، عم يندرج ضمن فئة الدراما الاجتماعية المعاصرة. أثار هذا الإعلان حماس كبير بين محبي الدراما العربية، خاصة مع التأكيد على أنه المسلسل حيتم تصويره بالكامل بسوريا. بيحمل العمل توقيع الكاتب عمر أبو سعدة، عم يتولى الإخراج سامر برقاوي اللي سبق وتعاون مع تيم بكتير أعمال ترسخت بذاكرة المشاهد. الحلو إنه هاد مو العمل الأول لتيم وكريس، اشتغلوا من قبل مسلسل العميد عام 2020 يلي دارت أحداثه حول التحقيق بجريمة قتل صارت داخل الغرفة 306 بأحد الفنادق، وهو زوج عم يبحث عن زوجته المقتولة. قصة علا غانم وانتقالها من ممثلة مصرية لمربية كلاب بأمريكا رجعت انفتحت والجمهور بحالة استغراب جديدة. يعني بسام دكاك مو الفنان الأول يلي بتتحول مهنته لمهنة تانية بعيداً عن يلي عرفناه فيه. أيضاً النجمة المصرية علا غانم عم تتعرض لكثير من الانتقادات بسبب تركها مهنة التمثيل بمصر والاضطرار بأنها تعيش بأمريكا تمتهن تربية الكلاب وتعتني فيهم. هالقصة شوي صارت قديمة وصار من حكي فيها كتير، ولكن يلي رجع فتح الموضوع هو لقاء علا غانم وسرد قصة انها التقت ببنت مصرية عم بتربي لها كلبها. هالبنت عرفت علا وصابها الدهشة بمهنة علا الجديدة. ذكرت علا انه اول ما شافتها البنت قالت انا كتير بتابعك وبحبك واعتبر اني من الفانز تبعك، ما حارضى انك تشتغلي عندي، وكان هذا أكثر موقف تعرضت له حسسها بالأذى النفسي. وهيك بكون وصلت لآخر خبر بحلقة اليوم. بشوفكن أنا إن شاء الله بيوم وحلقة جديدة بتحمل معها أهم وآخر الأخبار على الساحة الفنية. أكيد شي تريند تصدر السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها بضلكم بألف خير.